الكمية هي درجة أو مدى استجابة الكمية المعروضة من سلعة معينة للتغيرات في سعرها أو ثمنها. كيفية حساب مرونة العرض السعرية حسب القانون التالي: مرونة العرض السعرية ويرمز لها بالرمز ES تساوي النسبة المئوية للتغير في الكمية المعروضة تقسيم النسبة المئوية للتغير في السعر. إذا بدنا نكتب القانون بشكل رموز نكتبه على الشكل التالي: ES تساوي دلتا Q على دلتا B ضرب B1 على Q1 ويساوي Q2 ناقص Q1 على B2 ناقص B1 ضرب B1 على Q1. نلاحظ أن هذا القانون مشابه للقانون مرونة الطلب السعرية. الفرق أن الكمية هنا تكون كمية معروضة وليست كمية مطلوبة. نفس القانون، قانون مرونة الطلب ومرونة العرض نفس القانون، الفرق أن الكمية في الطلب تكون كمية مطلوبة والكمية في العرض تكون كمية معروضة. الفرق الثاني أن مرونة الطلب السعرية دائما إشارتها سالبة، بينما مرونة العرض السعرية دائما إشارتها موجبة لوجود علاقة فردية بين الكمية المعروضة من السلعة وسعر السلعة. إذا مرونة الطلب السعرية تكون إشارتها سالبة، بينما مرونة العرض السعرية تكون إشارتها موجبة. لماذا إشارتها موجبة؟ لوجود علاقة فردية بين الكمية المعروضة من السلعة وثمن السلع. خلينا نأخذ مثال على كيفية احتساب مرونة العرض السعرية. نلاحظ في الجدول أن العمود الأول يمثل السعر ويرمز له بالرمز B، والعمود الثاني يمثل الكمية المعروضة ويرمز له بالرمز QS. أما العمود الثالث فهو مرونة العرض السعرية ويرمز لها بالرمز ES. المطلوب إيجاد العمود الثالث، المطلوب احتساب العمود رقم 3 في الجدول، يعني حساب مرونة العرض السعرية عند الأسعار المختلفة. كيف نعبئ أو نكمل الفراغات في الجدول اللي هو العمود رقم 3؟ دائما السطر الأول يكون خط، لأنه لا نعرف الرقم اللي قبل 800 ولا نعرف السعر اللي قبل 60، ودائما السطر الأول نضعه خط أو نتركه فارغ. لماذا نترك السطر الأول فارغ أو نضع خط؟ لأننا لا نعرف الكمية قبل 800 ولا نعرف السعر اللي قبل 60. طيب نأتي إلى 1.5. كيف حسبنا 1.5؟ نطبق القانون: Q2 اللي هي 600 ناقص Q1 800 تقسيم B2 اللي هو 50 ناقص B1 اللي هو 60 ضرب B1 اللي هو 60 على 800. هاي الحل موجود، طريقة الحل موجودة على يسار الشريحة: 600 ناقص 800 تقسيم 50 ناقص 60 ضرب 60 على 800. طب هذه الأرقام بناء على القانون اللي ذكرناه في الشريحة السابقة، هذا هو القانون: Q2 ناقص Q1 على B2 ناقص B1 تقسيم أو ضرب B1 على Q1. طيب إذا 1.5 كيف أوجدناه؟ الكمية الثانية 600 ناقص الكمية الأولى 800 تقسيم السعر الثاني 50 ناقص السعر الأول 60 ضرب السعر الأول 60 على الكمية الأولى 800. هاي طريقة الحل موجودة على يسار الشريحة. طيب 1.7 بالعشرة كيف أوجدناه؟ هذا الرقم 1.7 بالعشرة كيف أوجدناه؟ 400 ناقص 600 تقسيم 40 ناقص 50 ضرب 50 على 600. هي موجود طريقة الحل هنا. طيب الرقم 2 كيف أوجدناه؟ 200 ناقص 400 تقسيم 30 ناقص 40 ضرب 40 على 400. هي طريقة الحل موجودة على يسار الشريحة. آخر رقم 3 كيف أوجدناه؟ 0 ناقص 200
تقسيم 20 ناقص 30 ضرب 30 على 200 بيطلع الجواب 3. طيب خلينا ناخذ مثال رقم 2 بدون جدول. المثال رقم 2 بدون جدول، احسب قيمة المرونة السعرية إذا انخفض سعر السلعة من 50 ريال إلى 40 ريال. إذا انخفض السعر من 50 ريال إلى 40 ريال، معناه 50 ريال هي السعر الأول، 50 ريال هي السعر الأول B1، وال40 ريال هي السعر الثاني B2، وانخفضت الكمية من 600 إلى 400، معناه 600 هي الكمية الأولى وال400 هي الكمية الثانية. نطبق القانون، الكمية الثانية اللي هي 400 ناقص الكمية الأولى 600 تقسيم السعر الثاني 40 ناقص السعر الأول 50 ضرب السعر الأول 50 على الكمية الأولى 600، فبطلع الجواب 1.7. يعني تعويض مباشر في القانون، عملية تعويض مباشر في القانون. دائما السعر الذي يذكر بالأول هو السعر الأول، والسعر الذي يذكر ثانيا هو السعر الثاني. نفس الشيء الكمية التي تذكر بالأول هي الكمية الأولى، والتي تذكر ثانيا هي الكمية الثانية. طب ما نوع المرونة؟ لاحظوا أن الجواب طلع موجب، الجواب طلع موجب. إذا كان الجواب موجب بتكون مرونة عرض، وإذا كان الجواب سالب بتكون مرونة طلب، زي ما أخذنا في اللقاء السابق. إذا لما نحسب المرونة، إذا طلع الجواب موجب معناها مرونة عرض سعرية، وإذا طلع الجواب سالب بتكون مرونة طلب سعرية. لاحظوا أن الجواب طلع موجب معناها مرونة عرض، لأن إشارة المرونة موجب. طيب ننتقل الآن إلى حالات مرونة العرض السعرية. هناك زي الطلب، هناك خمس حالات، زي ما أخذنا في مرونة الطلب هناك خمس حالات لمرونة العرض السعرية. الحالة الأولى هي عرض عديم المرونة. متى يكون العرض عديم المرونة؟ لما نحسب المرونة ويطلع الجواب صفر، لما نحسب المرونة العرض السعرية ويطلع الجواب صفر معناه بنسميه عرض عديم المرونة. يعني لما نطبق القانون اللي خدناه بالسابق، إذا طبقنا القانون وطلع الجواب صفر شو بنسميه؟ بنسميها عرض عديم المرونة. إذا متى يكون العرض عديم المرونة؟ إذا حسبنا مرونة العرض السعرية وطلع الجواب صفر. طب ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كان التغير في السعر لا ينجم عنه أي تغير في الكمية المعروضة، يعني مهما تغير السعر زاد أو انخفض تبقى الكمية المعروضة ثابتة. مهما تغير السعر، إذا زاد السعر أو انخفض السعر تبقى الكمية المعروضة ثابتة لا تتغير، يعني بيكون التغير في الكمية المعروضة صفر، السعر يتغير والكمية المعروضة تبقى ثابتة لا تتغير. هذا معنى عرض عديم المرونة. مثال، خلينا نأخذ مثال زي الفقع أو الكمعة. الفقع أو الكمعة يعني لو زاد سعرها أو انخفض سعرها بتظل الكمية نفسها. لماذا؟ لأنها هذه لا تعتمد على الأسعار، وإنما تعتمد على الظروف الطبيعية، على الأمطار ودرجات الحرارة. فبالتالي إذا ارتفع سعر الفقع أو الكمعة أو انخفض سعره تبقى كميته ثابتة. لماذا؟ لأن الكمعة أو الفقع لا يعتمد على الأسعار، وإنما يعتمد على الظروف المناخية. يعني إذا صار في أمطار كثيرة ودرجة الحرارة ارتفعت بتزيد كمية الفقع الموجود في الأرض. هذا معنى عرض عديم المرونة، يعني مهما تغير السعر تبقى الكمية ثابتة، أي أن السعر ليس له تأثير على الكمية زي الفقع أو الكمعة. ننتقل الآن إلى العرض غير مرن. متى يكون العرض غير مرن؟ إذا حسبنا مرونة العرض السعرية وطلعت أقل من 1. إذا كانت قيمة المرونة العرض السعرية أقل من 1، يعني كسور، نص، ربع، ثلث، إذا طلعت أقل من 1 بتسمى العرض غير مرن. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن نسبة التغير في الكمية المعروضة أقل من نسبة التغير في السعر. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر السلعة 50% وزادت الكمية المعروضة 10%، مين تغير أكثر؟
السعر أكثر من الكمية، يعني نسبة التغير في السعر، لأن السعر 50% بينما الكمية 10%، إذا نسبة التغير في السعر أكبر من نسبة التغير في الكمية، معناها بنسميه عرض غير مرن. أو ممكن نعكسها نقول نسبة التغير في الكمية اللي هي 10% أقل من نسبة التغير في السعر اللي هو 50%، معناها هذا يسمى عرض غير مرن إذا كانت نسبة التغير في الكمية المعروضة أقل من نسبة التغير في السعر. ننتقل الآن إلى الحالة رقم 3 وهي عرض متكافئ المرونة. متى يكون العرض متكافئ المرونة؟ إذا حسبنا مرونة العرض السعرية وطلع الجواب واحد بالضبط، إذا كانت قيمة مرونة العرض السعرية واحد صحيح بالضبط لا أقل ولا أكثر، معناها بنسميها عرض متكافئ المرونة، أو بنسميه ذو وحدة مرونة لأنه واحد بيكون قيمة المرونة واحد بالصحيح. طيب، وهذا يعني أنه إذا أن نسبة التغير في الكمية المعروضة تساوي نسبة التغير في السعر، يعني إذا تغير السعر 50% الكمية المعروضة بتتغير 50%، إذا ارتفع سعر السلعة 50% تزيد الكمية المعروضة 50%، إذا ارتفع سعر السلعة 20% تزيد الكمية المعروضة بنفس المقدار 20%، إذا بتكون نسبة التغير في الكمية المعروضة تساوي نسبة التغير في السعر. ننتقل الآن إلى العرض المرن. متى يكون العرض مرن؟ هذا رقم 4 عكس رقم 2، هاي رقم 2 بيكون عرض غير مرن، رقم 2 عرض غير مرن بيكون أقل من 1، رقم 4 عكس رقم 2 اللي هو عرض مرن. متى تكون المرونة أو منحنى العرض مرن؟ إذا كانت مرونة العرض السعرية أكبر من 1، إذا حسبناها وطلعت أكبر من 1 يعني زي 1.5 2 3 4 أكبر من 1 بنسميه عرض مرن. طب ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن نسبة التغير في الكمية المعروضة أكبر هنا من نسبة التغير في السعر. فمثلا الكمية المعروضة تغيرت 50% بينما السعر تغير 10%، معناها نسبة التغير في الكمية المعروضة أكبر من نسبة التغير في السعر. فإذا ارتفع السعر مثلا 10% وزادت الكمية المعروضة 50%، هذا بنسميه عرض مرن. لماذا؟ لأن نسبة التغير في الكمية المعروضة أكبر من نسبة التغير في السعر. ننتقل إلى الحالة الخامسة وهي عرض لا نهائي المرونة، أو بنسميه تام المرونة، عرض لا نهائي المرونة وأيضا نسميه تام المرونة. متى يكون العرض تام المرونة أو لا نهائي المرونة؟ إذا حسبنا مرونة العرض السعرية وطلع الجواب ما لا نهاية، يعني إذا كانت مرونة العرض السعرية ما لا نهاية قيمتها، معناها بنسميه عرض لا نهائي المرونة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن التغير في الكمية المعروضة بكميات لا نهائية لا ينتج عنه تغير في السعر، عكس الحالة رقم 1 اللي هي عديم المرونة. الحالة رقم 5 عكس الحالة رقم 1، يعني السعر ثابت والكمية تتغير بكميات لا نهائية، السعر ثابت لا يتغير والكمية المعروضة تتغير بكميات لا نهائية، يعني التغير في السعر صفر، السعر بيكون ثابت ومين اللي بتغير؟ الكمية المعروضة هي التي تتغير بكميات لا نهائية. مثال على ذلك تثبيت الحكومة لسعر الكهرباء والمياه، يعني خلينا نأخذ مثلا سعر البنزين على سبيل المثال، سعر البنزين إذا شخص بيستهلك في سيارته بنزين مثلا 500 لتر بيكون سعر اللتر نفسه لو استهلك 1000 لتر، يعني لو زادت الكمية الاستهلاك للبنزين سعر اللتر الواحد بيكون ثابت، يعني الشخص اللي بيستهلك سيارته 500 لتر أو اللي الشخص اللي سيارته بتستهلك 1000 لتر معناه سعر اللتر الواحد ثابت لا يتغير، إذا مهما تغيرت الكمية بظل السعر ثابت، سعر اللتر الواحد يعني سعر الوحدة الواحدة.
ننتقل الآن إلى العوامل المؤثرة في مرونة العام. هناك خمسة عوامل تؤثر في مرونة العام. العامل الأول القابلية للتخزين. كلما كانت السلعة قابلة للتخزين وبتكاليف معقولة يكون عرضها أكثر مرونة، يعني بيكون عرضها مرن. وكلما كانت السلعة سريعة التلف، شو يعني سريعة التلف؟ يعني غير قابلة للتخزين لفترة طويلة، مثل الخضروات، مثل الفواكه، الموز، بيكون عرضها غير مرن. إذا كمان مرة، السلع اللي بتكون قابلة للتخزين وبتكاليف معقولة بيكون عرضها مرن، بيكون عرضها مرن. بينما السلع سريعة التلف زي الموز مثلا، الموز يتلف بسرعة، 3-4 أيام يتلف، معناه بيكون العرض غير مرن. إذا يجب أن نعرف متى يكون العرض مرن ومتى يكون العرض غير مرن لكل عامل من العوامل الخمسة. العامل الأول اللي هو القابلية للتخزين، السلع القابلة للتخزين وبتكاليف معقولة بيكون عرضها مرن، بينما السلع سريعة التلف والغير قابلة للتخزين كالخضروات والفواكه بيكون عرضها غير مرن. ننتقل الآن إلى العامل الثاني وهو القابلية للنقل. عندما تكون السلعة قابلة للنقل من مكان لآخر وبتكاليف معقولة، معناها بتكون مرونتها أكبر، يعني بيكون عرضها مرن. لماذا؟ لأنه إذا انخفض سعر السلعة في منطقة وكانت قابلة للنقل، يستطيع المنتج أن يبيع، أن ينقلها إلى منطقة أخرى سعرها أعلى في منطقة لم تنخفض فيها الأسعار. كمان مرة، إذا كانت السلعة قابلة للنقل من مكان لآخر وبتكاليف معقولة بتكون مرن، بيكون عرضها مرن. وإذا كانت غير قابلة للنقل معناها بيكون عرضها غير مرن. طب لماذا لما تكون قابلة للنقل بيكون عرضها مرن؟ لأنه نفترض أنه سعر السلعة في منطقة انخفض وفي منطقة أخرى لم ينخفض. إذا كان هناك قابلية لنقل السلعة إلى المنطقة التي لم ينخفض فيها السعر، فبالتالي بنسمي عرضها مرن، يعني يمكن نقلها إلى المكان الآخر الذي لم ينخفض فيه السعر. ننتقل الآن إلى العامل رقم 3 وهو طبيعة العملية الإنتاجية. كلما كان هناك إمكانية لتغيير حجم الإنتاج، إذا بنقدر نغير حجم الإنتاج وبتكاليف معقولة أو بنفقات أقل وأيضا بسهولة، كلما كان العرض أكثر مرونة، يعني بيكون العرض مرن. وكلما كان هناك أيضا سهولة في تغيير عناصر الإنتاج أو عوامل الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، كلما كان هناك سهولة في تغييرها وسهولة في إحلالها، يعني إحلال بعضها مكان الآخر وتعدد أوجه استخدامها، يكون العرض مرن، يعني يزيد تزيد مرونة العرض. ننتقل الآن إلى 4 للتوقعات المستقبلية للأسعار. إذا كانت التوقعات توحي أن الارتفاع الحالي في الأسعار سيستمر بشكل دائم، بيكون العرض مرن، يعني مرن أكثر مرونة. لما نقول كلمة مرن يعني أكثر مرونة، لما نقول أقل مرونة يعني غير مرن، لما نقول أكثر مرونة يعني مرن، ولما نقول أقل مرونة يعني غير مرن. إذا ارتفعت الأسعار، يعني إذا توقعنا ترتفع الأسعار بشكل مستمر ودائم، بيكون عرض السلعة مرن أكثر مرونة. بينما إذا توقعنا أن الأسعار ترتفع بشكل مؤقت وليس بشكل دائم، بيكون عرضها غير مرن. العامل رقم 5 اللي هو الفترة الزمنية. في الفترة الزمنية الطويلة يكون العرض مرن، في الفترة الزمنية الطويلة يكون العرض مرن، بينما في الفترة الزمنية القصيرة يكون العرض غير مرن. إذا مطلوب أنه نعرف متى يكون العرض مرن ومتى يكون العرض غير مرن لكل عامل من العوامل الخمسة. ننتقل الآن إلى توازن السوق. إحنا أخذنا في السابق أنه في عندنا أجل قصير وأجل طويل، أجل أو مدى قصير وأجل أو مدى طويل. الأجل أو المدى القصير بنسميه short run، والأجل والمدى الطويل بنسميه long run.
ما هو تعريف الأجل القصير؟ هو عبارة عن فترة زمنية تكون قصيرة وبالتالي يمكن للمنتجين تغيير حجم الإنتاج، الكمية المعروضة. إذا هي فترة زمنية من اسمها قصيرة، يمكن للمنتجين تغيير حجم الإنتاج فيها، يعني الكمية المعروضة من سلعة معينة، ويكون حجم المشروع وآلاته ثابتة. إذا يمكن تغيير حجم الإنتاج في الفترة القصيرة، ولكن حجم المشروع وآلاته يكون ثابتة. إذا بدنا نوضحها بشكل أكثر، في الفترة القصيرة أو في الأجل القصير دائما بتكون عناصر الإنتاج ثابتة باستثناء عنصر واحد متغير. في الأجل القصير دائما جميع عناصر الإنتاج بتكون ثابتة باستثناء عنصر واحد بيكون متغير، اللي هو العمل. يعني إذا أخذنا الأرض ورأس المال والعمل، في الأجل القصير الأرض ورأس المال بيكونوا ثابتات. من الذي يتغير؟ العمل يتغير، العمل يعني عدد العمال يتغير. إذا بدنا نعرف دائما أنه في الأجل القصير دائما الأرض ورأس المال ثابت والعمل يتغير، عدد العمال يتغير. أما يعني جميع عناصر الإنتاج بتكون ثابتة ما عدا العمل، العمل بيكون إيش؟ متغير. وفي الأجل القصير توجد تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. دائما في الأجل القصير توجد تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. ننتقل الآن إلى الأجل الطويل long run. هو فترة زمنية تستطيع المنشأة أو المنتج خلالها تغيير جميع عناصر الإنتاج. يعني جميع عناصر الإنتاج بتكون متغيرة، الأرض والعمل ورأس المال. وأيضا تكون فقط هناك تكاليف متغيرة، لا يوجد تكاليف ثابتة في الأجل الطويل. إذا خلينا نعمل مقارنة بين الأجل القصير والأجل الطويل. الأجل القصير بيكون رأس المال والأرض ثابت والعمل يتغير. بالأجل الطويل كلهم بتغيروا، الأرض والرأس المال والعمل. الفرق الثاني، في الأجل القصير يوجد نوعين من التكاليف، تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة، بينما بالأجل الطويل يوجد نوع واحد من التكاليف وهو التكاليف المتغيرة. يعني لا يوجد تكاليف ثابتة في الأجل الطويل. ننتقل الآن إلى توازن السوق. ما هو المقصود بتوازن السوق؟ هو الوضع أو الحالة التي تتساوى عندها الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين، أو هي الحالة التي لا يوجد فيها اتجاه نحو التغيير. يعني ماذا نقصد بالتوازن؟ من اسمه توازن، يعني بتكون الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة. يعني بتكون الكمية المعروضة QS، الكمية المعروضة بنرمز لها بالرمز QS، والكمية المطلوبة بنرمز لها بالرمز QD. متى يحدث توازن السوق؟ لما تتساوى الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة. يعني عندما تكون QS تساوي QD بنسميه توازن السوق. إذا ما هو المقصود بالتوازن السوق؟ الكمية المعروضة QS تساوي الكمية المطلوبة QD. طيب الآن ننتقل إلى القانون قيمة الفائض. ما هو القانون هذا قيمة الفائض؟ قيمة الفائض عبارة عن الكمية المعروضة ناقص الكمية المطلوبة. هذا قانون قيمة الفائض. كيف بنحسب الفائض؟ قيمة الفائض الكمية المعروضة QS ناقص الكمية المطلوبة QD. طب إذا طبقنا القانون، إذا كانت الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة، معناه بيكون الجواب موجب، صح؟ يعني إذا كانت الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة الجواب بيكون موجب. خلينا نأخذ مثال. كانت الكمية المعروضة 50 والكمية المطلوبة 20، 50 ناقص 20 موجب 30. إذا معناه إذا كانت الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة بيكون عندنا الجواب موجب، بنسميه فائض عرض. لما يكون الجواب موجب بنسميه فائض عرض. يعني عندما تكون الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة بتكون قيمة الفائض موجبة وبنسميه فائض عرض. طب العكس،
إذا كانت الكمية المعروضة أقل من الكمية المطلوبة، يعني لو كانت الكمية المعروضة 20 والكمية المطلوبة 50، 20 ناقص 50 بصير سالب 30، معناه بنسميه فائض طلب. كمان مرة، فائض العرض إذا كانت الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة، قيمة الفائض بتكون موجبة، بنسميه فائض عرض. إذا العكس الآن، إذا كانت الكمية المعروضة أقل من الكمية المطلوبة بتكون الجواب سالب، بنسميه فائض طلب. طيب عندما الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة، إذا كانت الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة بيكون عندنا توازن السوق، يعني الفائض كم بيكون؟ صفر. لماذا بيكون الفائض صفر؟ لأنه إذا كانت الكمية المعروضة 50 والكمية المطلوبة 50، 50 ناقص 50 صفر. يعني إذا كانت الكمية المعروضة تساوي الكمية المطلوبة بنسميه توازن السوق، وبكون قيمة الفائض صفر. ننتقل الآن إذا بدنا نوضح هذا الكلام بالرسم، إذا بدنا نوضح توازن السوق بالرسم كما هو موجود على الشريحة. شكل توازن السوق زي حرف الإكس باللغة الإنجليزية، دائما شكل توازن السوق زي حرف الإكس باللغة الإنجليزية. المنحنى اللي ينحدر من أعلى إلى أسفل، هذا المنحنى الذي ينحدر من أعلى إلى أسفل بنسميه منحنى الطلب، ونرمز له بالرمز B. بينما المنحنى الذي يتجه من أسفل إلى أعلى هذا بنسميه منحنى العرض، ونرمز له بالرمز S. إذن المنحنى اللي نازل نزول من أعلى إلى أسفل بنسميه منحنى الطلب، ويرمز له بالرمز D. بينما المنحنى اللي يتجه من أسفل إلى أعلى طالع طلوع بنسميه منحنى العرض، ويرمز له بالرمز S. لما يتقاطعوا هنا، لما يتقاطعوا هاي بنسميها نقطة التوازن. لما يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض بنسميها نقطة التوازن. إذا نقطة التقاطع هذه لما يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض بنسميها نقطة توازن. إذا بنمشي من عند نقطة التوازن على المحور الرأسي اللي هو محور السعر بنسميه ثمن التوازن. إذا بنمشي من عند نقطة التوازن إلى المحور الرأسي اللي هو محور السعر بنسميه ثمن التوازن. طب إذا بنمشي من عند نقطة التوازن إلى المحور الأفقي اللي هو محور الكمية بنسميها كمية التوازن. أي سعر فوق ثمن التوازن بنسميه فائض عرض. يعني أي شيء فوق، أي سعر فوق ثمن التوازن بنسميه فائض عرض، وأي سعر تحت ثمن التوازن بنسميه فائض طلب. خلينا نأخذ مثال الآن، مثال عملي تمرين. إذا كانت دالتي الطلب والعرض لسلعة معينة كما يلي: دالة الطلب QD تساوي 12 ناقص 2B، ودالة العرض QS تساوي سالب 3 زائد 3B. كيف عرفنا أن هالمعادلة الأولى دالة الطلب؟ لأن الميل سالب. دائما عندما يكون الميل سالب، يعني الرقم اللي مع الحرف B إذا كان سالب بنسميها دالة الطلب، وإذا كان الرقم اللي مع حرف البي موجب بنسميه دالة عرض. هذا أخذناه بالسابق، أخذناها في اللقاءات السابقة. إذا كان الميل سالب، ما هو المقصود بالميل؟ الرقم اللي بيكون مع حرف البي إذا كان سالب بنسميه دالة طلب، وإذا كان الرقم اللي مع حرف البي موجب بنسميه دالة عرض. ما إن بالرقم اللي لوحده، هذا الرقم اللي لوحده زي الرقم 12 أو الرقم سالب 3، هذا ما إن في إشارته، ما بتهمنا إشارته. إحنا بهمنا إشارة الرقم اللي موجود مع حرف البي اللي هو السعر. إذا كانت إشارته سالب معناه دالة طلب، وإذا كانت إشارته موجب معناه دالة عرض، وهذا أخذناه في السابق. طيب ليس هذا المطلوب، وإنما هذا مراجعة للي أخذناه في اللقاءات السابق. ما هو المطلوب في المثال؟ أوجد كل من ثمن التوازن وكمية التوازن جبريا. جبريا يعني رياضيا، جبريا يعني رياضيا، لأن الرياضيات تسمى جبر أيضا، جبريا نقصد فيها رياضيا. الحل، إحنا قلنا القانون التوازن. ما هو قانون التوازن؟ أخذناه في الشريحة السابقة، قانون التوازن QS تساوي QD، هذا القانون. توازن السوق QS تساوي QD، هذا القانون. بنطبق هذا القانون QS تساوي QD
المثال هذه كيو اس وهذه كيو دي، معناه نساوي المعادلتين مع بعض، نساوي الكيو دي مع الكيو اس، نساويهم، هنا سويناهم هون. الكيو دي عبارة عن كم؟ الكيو دي 12 ناقص 2 بي تساوي الكيو اس، الكيو اس كم؟ سالب 3 زائد 3 بي، يعني نساوي المعادلتين مع بعض، معادلة الطلب مع معادلة العرض، هذه سالب 3 زائد 3 بي معادلة العرض، و12 ناقص 2 بي معادلة الطلب، يعني نطبق القانون كيو اس تساوي كيو بي، نساوي المعادلتين اللي معطاه بالسؤال. بعد ذلك نرتب المعادلة كما نأخذ في الرياضيات، نضع الأشياء المتشابهة مع بعض، وعندما ننقلها نغير، عندما ننقلها إلى الجهة المقابلة نغير الإشارة، فإذا كانت سالب نعملها موجب، وإذا كانت موجب نعملها سالب. إذن هذه سالب 3، انتبهوا علي على السهم، سالب 3 ننقلها على اليسار عند 12، السالب 3 ننقلها إلى اليسار عند 12 بتصير زائد 3، يعني بتصير 12 زائد 3. طيب سالب 2 بي ننقلها إلى اليمين عند 3 بي، فبتصير 3 بي زائد 2 بي، كمان مرة زي ما بنأخذ في الرياضيات ترتيب المعادلة. سالب 3 ننقلها عند 12 على اليسار فتصبح زائد 3، معناها شو بتصير عندنا؟ 12 زائد 3. سالب 2 بي ننقلها على اليمين عند 3 بي فتصبح 3 بي زائد 2 بي، نجمع 12 زائد 3 15، 3 بي زائد 2 بي 5 بي. كيف بدنا نوجد البي؟ كيف نجد البي؟ نقسم على 5، نقسم على معامل البي حتى نوجد البي، نقسم هذا الطرف على 5 وال15 على 5، 15 على 5 بيطلع الجواب 3. اذا هذا اللي طلعناه بنسميه ثمن التوازن، هذا اللي وجدناه بنسميه ثمن التوازن بي. طب كيف نجد كمية التوازن؟ نعوض ثمن التوازن اللي اوجدناه 3، مش هذا ثمن التوازن اللي اوجدناه 3، نعوضه في احدى المعادلتين، اما بمعادلة الطلب او معادلة العرض. اذا عوضنا معادلة الطلب شو بيطلع لنا؟ 12 ناقص 2 في 3 بيطلع الجواب 6، اذا كمية التوازن 6. لو تعوضنا بمعادلة العرض بيطلع نفس الجواب، سالب 3 زائد 3 في 3 بيطلع الجواب 6، اذا ثمن التوازن 3 وكمية التوازن 6. خلينا ناخذ مثال ثاني حتى نوضح اكثر. هذا مثال رقم 2، اللي ما فهم من المثال رقم 1 ممكن يفهم من المثال رقم 2. اذا كانت دالتي الطلب والعرض لسلعة معينة كما يلي، دالة الطلب 100 ناقص 5 بي، لاحظوا انه هنا الرقم اللي مع حرف البي سالب، معناها هي دالة الطلب، وكيو اس دالة العرض 20 زائد 3 بي، الرقم اللي مع حرف البي موجب، معناها هي دالة العرض. مطلوب، ما هو المطلوب؟ في عندنا مطلوب ثلاث مطالب. المطلوب الاول اوجد ثمن التوازن وكمية التوازن جبريا او رياضيا. كيف نجدهم؟ نساوي الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة، يعني نساوي المعادلات المعطاة بالسؤال، معادلة دالة الطلب مع دالة العرض، نساويهم مع بعض. إذا سويناهم مع بعض كيو اس عبارة عن 20 زائد 3 بي وكيو دي 100 ناقص 5 بي، نساوي المعادلتين مع سوا. الآن نرتب المعادلة، نضع الأرقام اللي موجودة لوحدها في جهة والأرقام اللي موجود معها حرف البي في الجهة الأخرى مع تغيير الإشارة. إذا هنا المية ننقل العشرين إلى المية، ننقل العشرين إلى اليسار عند المية فتصبح سالب 20، معناه 100 ناقص 20، والسالب 5 بي ننقلها إلى اليمين، السالب 5 بي ننقلها إلى اليمين فتصبح زائد 5 بي، معناه 3 بي زائد 5 بي، 100 ناقص 20 80، 3 بي زائد 5 بي 8 بي. حتى نوجد البي شو بنعمل؟ حتى نوجد البي نقسم الطرفين على 8 على معامل بي، نقسم الطرفين على 8 حتى نجد البي، هذه على 8 وهي على 8، معناها 80 على 8 بيطلع ثمن التوازن 10. اذا كم ثمن التوازن؟ 10. الان لايجاد كميه التوازن بعوض الثمن اللي اوجدته في احدى المعادلتين اللي موجودات بالاعلى،
تعويض مباشر. الثمن عشرة، هذا الثمن عشرة اللي وجدته بعوضه إما في معادلة الطلب أو في معادلة العرض. سواء عوضته في معادلة الطلب أو عوضته في معادلة العرض لازم يطلع نفس الجواب. خلينا نجرب، احنا كم طلع ثمن التوازن؟ عشرة، نعوضه. مية ناقص خمسة في عشرة، مية ناقص خمسة في عشرة بطلع الجواب كم؟ خمسين. طب لو عوضناه بالمعادلة العرض، عشرين زائد ثلاث في عشرة بطلع الجواب كمان خمسين. إذا ما هو ثمن التوازن؟ ثمن التوازن عشرة. ما هي كمية التوازن؟ كمية التوازن خمسين. هذا هو المطلوب الأول. ننتقل إلى المطلوب الثاني وهو إكمال الفراغات في الجدول. ما هي الفراغات في الجدول؟ الفراغات في الجدول هي العمود الثاني والعمود الثالث اللي باللون الأحمر اللي موجود تحتها خط. الفراغات في الجدول مطلوب تعبئتها هي العمود الثاني والعمود الثالث اللي الأرقام اللي باللون الأحمر واللي موجود تحتها خط. كيف نكملها؟ العمود الثاني اللي هو الكمية المطلوبة QD، العمود الثاني عبارة عن الكمية المطلوبة QD، فنعوض الأسعار في معادلة QD حتى نوجد الكمية. إذا لماذا عوضنا في معادلة QD؟ لأن هاي كمية مطلوبة. نعوض الأسعار اللي موجودة في العمود الأول، نعوض الأسعار اللي موجودة في العمود الأول في معادلة الطلب QD. بنقول كيف أوجدنا المية هاي؟ بنقول مية ناقص خمسة في بي، البي كم بالأول سطر؟ صفر. إذا مية ناقص خمسة في صفر بطلع الجواب مية. الخمسة وسبعين كيف أوجدناها؟ نعوض السعر خمسة، هذا السعر خمسة بنضعه مكان حرف البي. مية ناقص خمسة في خمسة بطلع الجواب خمسة وسبعين. الخمسين هاي كيف أوجدنا الخمسين؟ نعوض السعر عشرة، هذا السعر عشرة نضعه بدال حرف البي، بصبح لنا مية ناقص خمسة في عشرة بطلع الجواب خمسين، وهكذا. خمسة وعشرين نعوض السعر خمستاش في المعادلة، مية ناقص خمسة في خمستاش بطلع الجواب خمسة وعشرين. خمستاش كيف أوجدنا الخمستاش؟ نعوض السعر أربعتاش في المعادلة، مية ناقص خمسة في سبعتاش بطلع الجواب خمستاش. الصفر هذا كيف أوجدنا الصفر؟ نعوض السعر 20 في المعادلة، 100 ناقص 5 في 20 بيطلع الجواب صفر. نأتي إلى العمود الثالث، لا نعوض في QD، لإيجاد العمود الثالث نعوض في QS، في معادلة QS. إذا لإيجاد QD نعوض في معادلة QD، ولإيجاد QS نعوض في معادلة QS. إذا نعوض مين؟ نعوض الأسعار اللي موجودة في العمود الأول. إذا نأتي إلى السعر صفر، نقول 20 زائد 3 في صفر بطلع الجواب 20. نأتي إلى الرقم 35، كيف أوجدنا الرقم 35؟ نعوض السعر 5 في دالة العرض، QS تساوي 20 زائد 3 في 5 بطلع الجواب 35. كيف أوجدنا ال 50؟ بنفس الطريقة، نعوض السعر 10 في معادلة العرض، 20 زائد 3 في 10 بطلع الجواب 50، وهكذا. 65 كيف أوجدنا ال 65؟ نعوض السعر 15 في معادلة العرض، 20 زائد 3 في 15 بطلع الجواب 65. الرقم 71 بنفس الطريقة، نعوض السعر 17 في معادلة العرض، 20 زائد 3 في 17 بطلع الجواب 71. وآخر شيء الرقم 80 كيف أوجدناه؟ نعوض السعر 20 في معادلة العرض، 20 زائد 3 في 20 بطلع الجواب 80. الآن المطلوب رقم 3، أرسم منحنى الطلب ومنحنى العرض. لما نرسم منحنى الطلب ومنحنى العرض مع سوا بنسميه توازن السوق. دائما لما نرسم منحنى الطلب ومنحنى العرض على نفس الرسم بنسميه توازن السوق. إذا أرسم منحنى الطلب ومنحنى العرض يعني توازن السوق، موضحا على الرسم نقطة التوازن التوازن وكمية التوازن وفائض الطلب وفائض العرض عند الثمن 15 والثمن 5. احنا قلنا دائما توازن السوق زي حرف الاكس باللغة الانجليزية، دائما توازن السوق
شكله زي حرف الاكس باللغة الانجليزية. دائما منحنى الطلب دي ينحدر من اعلى الى اسفل نازل نزول، ومنحنى العرض يتجه من اسفل الى اعلى وبنرمز له بالرمز اس. اذا دائما توازن السوق، كيف شكل توازن السوق؟ زي حرف الاكس باللغة الانجليزية. المنحنى اللي نازل نزول من اعلى الى اسفل بنسميه دي، يعني منحنى الطلب، والمنحنى اللي طالع طلوع من اسفل الى اعلى بنسميه اس، يعني منحنى العرض. لما يتقاطعوا بنسميها نقطة التوازن. لما يتقاطعوا عند نقطة التقاطع هاي، لما يتقاطعوا بنسميها نقطة التوازن. اذا بنمشي على اليسار بنسميه ثمن التوازن. واحنا اوجدنا ثمن التوازن قديش؟ اوجدناه بالشريحة اللي قبل هينا، اوجدنا ثمن التوازن كم؟ اوجدنا ثمن التوازن 10 وكمية التوازن 50. كمان مرة، اوجدنا ثمن التوازن 10 وكمية التوازن 50. نضعهن على الرسم، نضع ثمن التوازن 10 وكمية التوازن 50 نضعها على الرسم. هي عندنا ثمن التوازن كم؟ 10 وكمية التوازن 50. ثمن التوازن كم؟ طلعناه بالمسألة 10، كمية التوازن 50. أي سعر فوق العشرة، يعني أي سعر أكبر من سعر التوازن بنسميه فائض عرض، وأي سعر أقل من سعر التوازن بنسميه فائض طلب. خلينا نأخذ على سبيل المثال، إذا كان السعر 11، هنا ثمن التوازن كم؟ 10. ثمن التوازن كم؟ 10. السعر 11، السعر 12، السعر 13، 14، 15، أي سعر فوق العشرة بنسميه فائض عرض. طيب إذا كان السعر أقل من 10، أقل من ثمن التوازن، يعني إذا كان السعر عندنا 9 أو 8 أو 7 أو 5 أو 4 أو 3، أي سعر أقل من 10 شو بنسميه؟ فائض طلب. إذا خلينا أعطيكم سؤال، نمرنكم على سؤال. خليني أفتح الآن للمحادثة حتى أشوف إجاباتكم في المحادثة. هلا راح أعطيكم سؤال وأشوف إجاباتكم. إذا كان ثمن السلعة، انتبهوا للسؤال، إذا كان ثمن السلعة أعلى من ثمن التوازن، إذا كان ثمن السلعة أعلى أو أكبر من ثمن التوازن، فإنه يوجد ألف فائض عرض، باء فائض طلب، جيم لا يوجد فائض. شو الصح؟ لا، بدك تحدد شو نوع الفائض. فائض عرض، أحسنت. كمان مرة، إذا كان ثمن التوازن، إذا كان ثمن السلعة أكبر أو أعلى من ثمن التوازن بيكون عندنا فائض عرض. طب خلينا نأخذ الآن، نوقف كتاب الآن عشان نسأل سؤال ثاني. إذا كان ثمن السلعة أقل من ثمن التوازن فإنه يوجد فائض طلب، أحسنت. فإنه يوجد فائض طلب. إذا كان ثمن السلعة أعلى من ثمن التوازن فائض عرض، وإذا كان ثمن السلعة أقل من ثمن التوازن فائض طلب. يعني ممكن يجي بهذه الطريقة التمرين، يقول لك إذا كان ثمن السلعة أعلى أو أكبر من ثمن التوازن فإنه يوجد ألف يوجد فائض طلب، باء يوجد فائض عرض، جيم لا يوجد فائض. الصح يوجد فائض عرض. طب إذا خلنا مثال آخر، إذا كان ثمن السلعة أقل من ثمن التوازن فإنه ألف يوجد فائض طلب، باء يوجد فائض عرض، جيم لا يوجد فائض. في هاي الحالة إذا كان ثمن التوازن، ثمن السلعة أقل، بيكون يوجد فائض طلب. نكتفي بهذا القدر ونتيح المجال للأسئلة إن كان هناك أسئلة. هل هناك أسئلة؟ احنا قلنا انه بالنسبة للرسم لا يطلب الرسم، اذا بده يجي رسم بتكون الرسمة موجودة ضمن السؤال. الرسم تكون من ضمن السؤال، الرسم يكون من ضمن السؤال، لا يطلب من الطالب الرسم. طيب إذا كان السعر 50
يوجد فائض عرض. لو كان السعر 100 يوجد فائض عرض. لماذا؟ أي سعر فوق السعر التوازن أو ثمن التوازن فائض عرض، أي سعر تحت سعر التوازن فائض طلب. يعني لو كان السعر 200، إذا كان السعر 200 فائض عرض. طب لو كان السعر 1 فائض طلب. فوق سعر التوازن، فوق سعر التوازن فائض عرض، أقل من سعر التوازن فائض طلب. واضح؟ كل ما هو موجود في الشرائح مطلوب، كل ما هو موجود في الشرائح مطلوب. طيب الآن في دالة الطلب، يسأل كيف نعوض. هذه دالة الطلب معادلة معطاة بالسؤال، هذه معادلة معطاة بالسؤال، وعندي الأسعار معطاة. بدال حرف البي هذا بضع الأسعار اللي موجودة هنا، الأرقام اللي موجودة هون. واضح؟ تعويض مباشر، نعوض تعويض مباشر. هاي السعر صفر، هاي أول سعر صفر. شو بنقول؟ 100 ناقص 5 في الصفر، 5 في الصفر صفر، معناها شو بضل الجواب؟ 100. تعويض مباشر، تعويض مباشر في المعادلة. يعني في المعادلة في حرف البي، صح؟ في المعادلة في حرف البي، بضع كل مرة بدال حرف البي الرقم اللي موجود، الأرقام اللي موجودة في العمود الأول، تعويض مباشر. تعويض مباشر في القانون، نعم، عملية تعويض مباشر في القانون. إذا نكتفي بهذا القدر ونلتقي الاثنين القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.